مشاهدي روتانا موتورز، اليوم احنا متواجدين في مدينة جدة وبالأخص معرض جدة للسيارات 36. تقدر تقول انه مش بس معرض، اتوقع انه مهرجان كامل كرنفال، فقرات كثيرة حنشوفها اليوم في هذا التقرير الرائع. الجولف آر حتبان إن شاء الله بكرة. عندنا الشكل الجديد من الجتر ومن الطوارق ومن الشروكو، كلها موديلات الخفير 15 من السيارة الألمانية طبعا فولكس واجن. التسويق العالمي لنا إحنا كان إحنا نحب الكورة. عندنا أتلتيكو مدريد، عندنا فولكسبورغ في إف إل تبعنا، وفي المجموعة فيها فرق كورة ثانية. فلما جينا السعودية كان شيء ناتشرال طبيعي بالنسبة لنا إحنا نرعى فريق كورة، وكان القرار من ألمانيا نحن نرعى الهلال طبعا بالاستشاراتنا طبعا. وقلنا لهم احنا الحين في الرياض نبغى نتوسع، نبغى نيجي السعودية لأول مرة، فين نروح؟ كان الهلال، وان شاء الله تبقى اختيار موف. نازك الإمام من إذاعة جدة، مرحبا بك في معرض جدة للسيارات. الحقيقة طبعا المعرض اليوم في دورته 36 أعتقد نسختي، هذه النسخة الحقيقة رائعة جدا بالمساحة اللي مقام عليها المعرض، يعني مساحة مرة ضخمة كبيرة، يمكن حوالي 40 متر كما عرفت يعني أو كده تقريبا. طبعا حاسة أن في كثير حضور نسائي في المعرض أكثر من السنوات السابقة، وطبعا أرى الأسر كلها هنا حاضرة، يعني أنا شايفة كل ما شاء الله كل عيلة معاها عيالها، هي من أكثر من 1 2 3 من العيلة كلهم جايين يشوفوا المعرض. تم اليوم تدشين سيارتنا الجديدة اللي هي كيا سيرنتو. احنا كنا مستقطبين شريحة معينة في الجيل الجديد، ولله الحمد تواجدت هذه الشريحة في المعرض، وهذا اللي خلى لنا يكون راضين تماما عن هذا المكان كجدة موتور شو، ان كانت فكرة ناجحة في اطلاق هذه السيارة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كشركة الحارث للمعارض اسست الشركة عام 1978، نعتبر اول شركة معارض على مستوى المملكة العربية السعودية. هذا المعرض بدأ مع بداية الشركة، كان هو البداية للشركة. نفتخر الحمد لله بان المعرض هذا استمر طول 36 سنة بلا توقف، حتى مع وجود اي ازمات عصفت في المنطقة او في العالم، ولكن هذا المعرض الوحيد الذي استمر بلا توقف، والآن هو المعرض الوحيد على مستوى المملكة العربية السعودية.